إنني واثق أيها الأشقاء أنكم ستتفقون معي في أنه أينما أمعنا النظر في مختلف أزمات منطقتنا نجد عناصر الحل في جميع هذه الأزمات معروفة ومتاحة. الغائب فقط هو الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في نبذ الفرقة وإعلاء المصلحة الوطنية والقومية العليا فوق كل اعتبار آخر. فلتكن قرارات قمتنا هذه نوبة إفاقة وإعلانا عن انطلاق قطار التسويات وطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ أمتنا. لقد آن الأوان أن نلحق كعرب بركب التقدم الاقتصادي الذي تعيشه مناطق أخرى متعددة في العالم، وأن نستفيد من الفرص غير المسبوقة التي يتيحها النظام الاقتصادي العالمي، ونحول الإمكانات الكامنة لأمتنا إلى حقائق تعيشها وتنعم بها الأجيال الحاضرة والقادمة. فلتكن اجتماعاتنا اليوم خطوة على طريق التنمية العربية الشاملة التي يحق لكل مواطن عربي أن يحلم بها، وأن نبذل أقصى جهد لتحقيق هذه الأمال والتطلعات. وفقنا الله جميعا إلى كل ما فيه خير أمتنا العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.